الآن سنرى بعض الجمل أو بعض الأمثلة التي نستعمل فيها لو فيرب إذا مثلا عندما نريد أن أقول أنا خرجت من مكان ما باغ إكزومبل جو sors دو لا chambre. جو sors دو لا chambre. يعني أنا أخرج من الغرفة أنا أخرج من الغرفة أقول جو سوغ دو إلصغ دو سَافَوَاتِيُو، هو يخرج من سيارته إلصغ دو سافواتيغ إلصغ دو يخرج من إذن دائما عندما أريد أن أقول أخرج من مكان ما أقول چو صغ دو إلوغ صغتير وكذلك بمعنى أغادر أغادر مثلا المنزل أقول صغتير دو شي. Moi, par exemple ils sortent de chez eux, هم يخرجون من منزلهم أو يغادرون, بمعنى يغادرون المنزل, ils sortent de chez eux, ils sortent de chez eux, je sors de chez moi, أغادر المنزل, أو أخرج من المنزل, استعمل كذلك sortir ل euh, عن الذهاب إلى مكان ما, par exemple Je sors me promener. Je sors me promener. Bimana m'annah a xrojou Je sors me promener. Yomkini an aqola hafil madi. Je suis sorti me promener. Xarajou li Je suis sorti me promener. Aou an aqola hafil muskabel. S'a xrojou li je vais sortir me promener. Au kadalik akhruj likai aquma Je sors faire des courses. Je sors faire des courses. Au passé composé, je suis sorti faire des courses. Kharajtu litasawuq. Je suis sorti faire des courses. Au futur, je vais sortir faire des courses ça hâche le joue à je vais sortir faire des courses il en fait de hâle comme la hâchoum de hîmen il en fait de hâle de sortir annia kono rêr mon salaf à l'infinitif. je sors me promener je sors faire ne s'aimer que sortir en demanodir à nâkûl sortir يعني يخرج عبر، صوتي باغ، مثلا في الجملة نريد أن نقول الدبابة خرجت عبر النافذة، خرجت من النافذة أو عبر النافذة، إذا نقول لا موش صغتي باغ لا موش يعني و نبين يعني الطريقة التي خرجت بها أو المكان الذي خرجت منه. La mouche est sortie par. Et donc, ici, nous avons la préposition par. La mouche est sortie par la fenêtre. Nous avons aussi le verbe sortir, yani Par exemple, ce livre est sorti récemment. السوق يعني حديثا ce livre est sorti récemment ce livre est sorti اذا كما راينا في الامثله السابقه لو فيرب يعني لنا خرج لكن كذلك لو فيرب يعني اخرج اخرج ياتي كذلك بمعنى اخرج اكزومبل عندما اريد ان اقول انا اخرج الاكله من من المبرد أو من المجمد سأقول (je سور les aliments du frigo) (je سور les aliments du frigo) أنا أخرج الأكلة من المجمد (je سور les aliments du frigo) يعني yani, أخرج كذلك (je سور les vêtements de l'armoire أنا أخرج الملابس من الخزانة (je sog) les vêtements de l'armoire et dans première phrase. Vous la vu du frigo li medallé le frigo c'est un nom masculin le frigo et la de le de le et de le du du frigo في المثال الثاني لدينا دو لارموار لدينا أه... لدينا أغمواغ كلمه تبتدي ب فويل ا اذا سنضع ال اذا سنقول دو لارموار اذا كان لدينا مثلا كلمه مؤنثه يعني ان نون اذا سنستعمل دو لا باغ اكزومبل مثلا انا اخرج الحقائب من السياره ساقول جو سور لي فاليز de la voiture. Je sors les valises de la voiture. الآن سنرى في الماضي إذا أردنا أن نقول هذه الجمل في الماضي أو passé composé هنا الفرق هنا يكون الفرق إذا أخرج في الماضي مختلفة على خرج إذا عندما أريد أن أقول أنا خرجت كما رأينا سابقا سأقول «جو سوي صوتي»، لكن عندما أريد أن أقول أنا أخرجت، أخرجت قمت بإخراج شيء، سأستعمل هنا لوكسيليير أفواغ وأقول «جي صوتي» وليس ليس «جو سوي»، جي صوتي، جي صوتي لي زاليمون دو فريغو، إلا صوتي لي فاتمون دو لاغمواغ. اذا لاحظوا هذا مهم جدا وقد سبق وان راينا هذا في اجزاء اولى من هذه السلسله جي سورتي لي زاليمون دو فريغو اي لا سورتي لي فيتومون دو لارموير واخيرا لدينا لو فيرب س سورتير س ونستعمله في عباره قد تسمعونها كثيرا وهي سون سورتير نستعمل se عندما نريد ان اقول يعني نخرج انفسنا من حاله ما يعني نخرج انفسنا se sortir d'une situation difficile مثلا نخرج من حاله صعبه se sortir d'une situation difficile يعني se sortir في هذه الحاله يعني أن نخرج انفسنا بمعنى

إذا وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وإذا كنتم لم تشاهدوا الحلقات السابقة من هذه السلسلة فشاهدوها فهي مهمة جدا إذا لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وحظ موفق للجميع